قبل 2000 عام رنمت الملائكة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، وأضاء نجم فوق سماء بيت لحم مشيرا إلى ميلاد المحبة وسر عجيب. أكيد ليا، من قلب هذا الصرح أديني دير صيدنايا، نستحضر ذكرى الميلاد وقلوبنا بتتجه نحو طفل المغارة ببيت لحم بفلسطين المحتلة، ونعيش معاني الميلاد مع سيادة المطران لوقا الخوري المعاون البطريركي العام في بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس. يسعد صباحك وأسقف سيدنايا. وأسقف سيدنايا، يسعد صباحك يلي وميلاد اليوم مجيد، وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية السورية. إن شاء الله هالأعياد هي تكون خير علينا جميعا آمين. في يا رب. سوريا وفي كل العالم. نحن اليوم نتشكركم على هالاستضافة بالعيد، نحن اليوم ضيوفكم بسيد نايا وبهالدير الكتير مهم والكتير وبيعني كل السوريين وبيعني كل الناس. أولا أنتم مو ضيوفنا، أنتم من أهل الدير، لأنه الكنيسة هي الشعب، والشعب هو يملك كل شيء، فلذلك بس يجي واحد يزور هو أهل ابن البيت وليس ضيف، لأنه بمجرد أنه ناوي يجي يزور هو معناته جاي على بيته. أكيد سيدنا، بدنا نقول ميلاد مجيد لجميع مشاهدي الإخبارية السورية. وخلينا نحكي معك يمكن عن أجواء الميلاد هالسنة. هالسنة عم نشوف أجواء الميلاد مختلفة، أجواء الميلاد عم ترجع بكل تفاصيلها بجميع المحافظات السورية، فكيف بتقرأ يعني المشهد الميلادي؟ يعني يكفينا 7 سنين. هلا 7 سنين بتعرفي نحن في وجع وفي ألم وفي في في حزن أوقات، مع أن نحن الحزن عندنا غايب، نحن لا نؤمن بالحزن، نحن نؤمن بالحياة الدائمة. فرجعت سوريا الحقيقة هذا العام إلى هذه الحياة اللي بنتمناها لكل إنسان، وكل إنسان يجب أن يعيش فيها. فهذا العام فعلا أنه الأجواء هي مختلفة، النفوس هي مختلفة، لأنه صحيح. صار في أمان، صار في أمان، الناس عم تشعر بأمان بهالانتصارات اللي عم ينتصرها الجيش العربي السوري والذين معه من حلفاء من روس ومقاومة وكل الناس اللي عم يحققوا هاي الانتصارات. صارت النفسيات كثير كثير مرتاحة للوضع، فاليوم بتشوفوا أجواء العيد غير الأجواء السابقة في سوريا، وإن شاء الله التقدم سنة 2018 يكون كمان أحسن وأحسن، ونكون خلصنا من هالألم ومن هالدواعش ومن الإرهاب اللي فرض علينا من الدول الأخرى. إن شاء الله يا رب. سيدنا، اليوم بذكرى الميلاد جرح جديد عم تعاني منه فلسطين المحتلة، هي المدينة اللي بتعني لنا كلنا، بيت لحم، هذا المكان المقدس. ما تعليقك على مشهد فلسطين اليوم والميلاد يمر عليها وجرح جديد عم ينضاف لفلسطين؟ أولا الجرح ليس جديدا في فلسطين، جرح آخر جديد، خلينا الجرح في فلسطين هو من 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 وقت وعد بلفور. صحيح. وحققوا هالشيء بوعد بلفور ان يعود اليهود ويكونوا في فلسطين. هذه انا بالنسبه لي يعني الغرب وخاصه بريطانيا، يعني هي سبب كل عله في بلادنا، يعني زرعت لنا جرثومة بخاصرة العرب جميعا. هالجرثومة يلي دائما عم تنخر وتسبب كل هالأجواء. نحن اليوم مشاكلنا في سوريا والحرب في سوريا سببها هي إسرائيل بالذات، هي الإسرائيليين الصهاينة الذين لا يريدون لبلد عربي أن يرتاح، لأن إذا ارتاح العرب فهم سيكونوا غير موجودين. ففلسطين ليس فيها هذا الجرح. القدس هي قدسنا كلنا، هي محجتنا كلنا إلى السماء، هي محبتنا، هي سلامنا، لأن بالقدس كما ذكرتي وفي بيت لحم ولد السيد المسيح. ولد السيد المسيح. وفي القدس من القدس انتشر السلام إلى العالم، من القدس انتشرت المحبة للعالم، لأنه السيد المسيح ليس عنده، لم يأتي لكي يحارب ولم يأتي لكي، أتى مسالما يسالم
وينشر السلام لتكون هذه القلوب سليمة في أمن وأمان. ولكن الآخرين لا يريدون أن يكون هذا الشعب آمن، فحضروا لنا هؤلاء اليهود ليكونوا هم العلة لنا في كل وقت. طيب سيدنا، بمناسبة الميلاد المجيد، شو بتحب توجه كلمة لكل الشعب الفلسطيني اللي عم يتابعنا هلا؟ بدنا نقول لهم ميلاد مجيد يا رب عليهم وعلى كل العالم والعرب. نقول لأهلنا بفلسطين وخاصة في القدس إننا نحن من دير سيدنايا بنصلي، وهن بيعرفوا دير سيدنايا في فلسطين، لأنه سيدنايا هي المحج الثاني بعد القدس لكل العالم. صحيح. فنقول لهم إنه من هذا المحج الثاني لكم كل الصلاة، ونحن دائما في ذكركم، وأنتم في قلوبنا وفي أفكارنا، وأنتم أيضا يعني نحن نصلي لكي تبقوا أقوياء حتى لا يستطيع هؤلاء المجرمون أن يحققوا مأربهم في القدس أو في فلسطين. ونحن إذا احتاجت، نحن لسنا فقط في الكلام، وإن احتاجت أن نقدم أرواحنا سنقدمها، لأن القدس هي، إذا ذهبت القدس ليس في مسيحي في العالم وليس في إسلامي في العالم. هذا اللي يعرف العالم كله، لأنه القدس هي لجميع العرب، لجميع الذين ينطقون باللغة العربية أينما كانوا. ولذلك بانتهاء القدس ننتهي نحن، ونحن سنبقى ندافع عنها بكل ما عندنا من قوة، إن كان جسديا أو روحيا أو بالصلاة وبكل شيء. نعم سيدنا، خلينا نرجع على جو العيد والعيد بسوريا. العيد هو عيد المحبة، ولادة الطفل يسوع. اليوم في كثير من أطفال سوريا موجوعين، مجروحين، يمكن في دمعة صارت عم تطغى على هي الفرحة، ولكن دائما دير سيدة سيدنايا، أو خلينا نحكي عن الكنيسة بجميع الأيام وليس بالعيد فقط، دائما هذا الطفل بتزرع له الأمل والفرحة. خلينا شوي نحكي عن الأطفال وعن النشاطات وعن الفعاليات اللي بتكون فيها الكنيسة وخاصة. نحن حكينا بالبداية إنه هذا العيد بهذا العام كان مميز بالنسبة لكل النشاطات، بالنسبة لكل الأعمال، بالنسبة للأطفال، لفرح الأطفال، كل ذلك من أجل أن يفرح الطفل، كل ذلك من أجل، بس ليس الطفل والكبير أيضا كمان عندما يعيد يفرح. لذلك ولكن أطفالنا الذين عانوا في هذه السنوات العجاف في سوريا، في هذه الحروب التي فرضتها علينا الدول الأخرى والعالم الآخر الذي لا يعرف إلا القتل وتجويع العالم ومحاربة الناس، يعني نحن نعمل بكل جهدنا لكي نزرع البسمة على أطفال، بسمة على أطفالنا، على وجوه أطفالنا، على وجوه شبابنا، على وجوه أهلنا. فبتلاقوا اليوم أجواء العيد بسيدنايا اليوم كانت هي الاحتفالية من أجل الأطفال. نعم صحيح. من أجل أن يفرحوا الأطفال، من أجل أن نشعرهم أننا نعمل شيء من لكي يفرحوا. فلذلك في كل مكان في سوريا، في دمشق، في سيدنايا، في كل محافظة وفي كل بلد وفي كل ضيعة سترين هناك احتفاليات من أجل أن يكون الأطفال فرحين، وليقولوا للعالم ولأطفال العالم نحن لا نحب إلا السلام. نعم صحيح. ونحن نهديكم السلام، وأنتم تريدون أن تهدون قنابل وقذائف، نحن نهديكم سلام، نحن نهديكم محبة. أطفال سوريا لا يعرفون إلا المحبة والسلام، وإن شاء الله يضلوا بيعيشوا بسلام، وبتجيهم أيام من سنة 2018 الانتصارات الكبيرة أن تكون أيام فرح وأيام أمان لهالأطفال، حتى
يعيشوا حياتهم كما يجب أن إن شاء الله يا يعيشوها. رب، ويضل الإيمان منور قلوب الكل وما نبتعد عن لولا إيماننا. إيماننا، لولا إيماننا ما كنا بينا لهلا. صحيح، لولا الإيمان. أولا نحن عندنا رجاء، بتعرفي رجاءنا بيسوع المسيح كبير، ورجاءنا لذلك بنقول نحن أبناء الحياة، لسنا أبناء الموت. مهما عملوا مهما فعلوا بتضل هذا الرجاء موجود في قلوبنا، ونحن الحزن ممنوع عندنا. يمكن هي الاستمرارية اللي على مدار 7 سنوات من الحرب عم تخلي الناس دائما في هذا الأمل اللي عم تعطيه الحياة، اللي عم تعطيه أن يفرح ويقوم بكل شيء من أجل أن يفرح أطفاله. صحيح، العائلة تتزين البيت مشان يفرحوا الأطفال تبعها، المؤسسات تقوم بهالاحتفالات، حتى الكنيسة بكل مكان، الكنيسة الكنيسة لا تعرف إلا المحبة ولا تريد إلا المحبة لها وللأطفال، وأن تزرع. ودليل وجودنا اليوم يمكن سيدنا، ودليل وجودنا اليوم سيدنا بدير صيدنايا اللي تعرض لأبشع أنواع الإرهاب، وجودنا اليوم والكنيسة عم تدق أجراسها والولاد عم يفرحوا بالميلاد. على مدار 7 سنين من الحرب يمكن ما زال السوريين كل يوم مثل ما قلت سيدنا ممرين بالحياة بجميع مفاصله، عم يروحوا على شغلهم، عم يحاولوا يحاربوا الارهاب بكل طاقتهم. فاكيد تحيه لكل الشعب السوري، نوجه له تحيه. تحيه لرجالنا، رجال الحق، رجال الجيش العربي السوري، بدنا نقول بهالميلاد المجيد الله يحميهم يا رب على جميع الجبهات وين ما كانوا متواجدين. لا شك نحن لولا جهود، لولا جهد جيشنا العربي السوري وصمود هذا الجيش يلي يجب أن يدرس صموده في كل العالم، لأن نحن غير موجودين هلا. نحن ما بنقدر نزرع شيء ولا بسمة ولا غير بسمة لو هذا الجيش، لولا سقوط هؤلاء الشهداء الذين رووا هذه الأرض بدمائهم. هلا كل ذرة تراب فيها دم من الشهداء. نعم صحيح. لذلك نحن يجب أن هذا التراب أن نكرسه من أجل حياتنا، لأنه هو فعلا أصبح مقدسا. حتى نحن اليوم موجودين عم نحكي نحن وياكم، عم نحتفل، بنصلي في كنائسنا، بنعمل احتفالاتنا. كل هذا أولا بهمة هذا الجيش البطل وكل الذين ساعدوه. لا ننسى أنه الذين ساعدوا كمان، صحيح، إنه كان لهم دور كبير في هذه الانتصارات. وأنا أقول أننا منتصرون، وقد أعلنوها الرؤساء مثل الرئيس بوتين ورئيسنا المحبوب الدكتور بشار الله يحميه، أعلنوا انتصاراتنا. ونحن في سنة 2013 إن شاء الله ما بيضل عندنا إرهابي ومنتصرين. والسنة الجاي بتكون أصواتنا أعلى بالفرح وأعلى بالمحبة وأعلى بالسلام. إن شاء الله يا رب عن جد. إن شاء الله. سيدنا كمان يمكن رسالة المحبة ويمكن رسالة الإرادة عند السوريين هي عم تنتشر للعالم من خلال حضرتك. يمكن دائما عندك سفرات، يعني من فترة كنت مسافرة على العصفورة، كان عندك سفرة إلى الخارج، دائما تقوموا بقداديس ويمكن تعقدوا اجتماعات خاصة كمان لإيصال فكرة إرادة الحياة والصمود، وأيضا إيصال الفكرة الصحيحة اللي مرقت فيها سوريا عبر السنوات. لا شك هي، وعند وقت نحن بنكون بسفراتنا ما بنحكي إلا بالواقع، لأنه يعني مع الأسف الإعلام الخارجي يريد أن يضلل الأفكار. لا شك يعني بيضلل الأفكار وأنه ما بعرف شو إلى آخره، لكن عندما الناس تتوقع أنه تسمع الحقيقة، ونحن الحمد لله ما عندنا غير الحقيقة، لأنه لا نعرف إلا الحقيقة، وسوريا هي حقيقة. لذلك عندما نطمن هذا الشعب عن حقيقة بلدنا، ماذا يجري في بلدنا، من هو المنتصر، من هو الذي سينتصر. فنحن هم بصير عندهم روح كثير كبيره، حتى في منهم عم يجوا من وراء حكينا. صحيح. من وراء اجتماعاتنا، وعده اجتماعات سوينا ان شاء الله، حتى بفرنسا. يعني حتى بفرنسا عملت عده هذا، وفي كندا وفي امريكا. الله يقويك ويخلي لنا اياك.
طول عمركم. طول عمرك. طول عمركم. فنشكر الله، يعني عم يكون لنا دور وهذا يجب أن يكون، ونحس العالم أنه يعودوا إلى بلدهم سوريا، لأن سوريا هي الحقيقة. صحيح. واللي ما له وطن ما له حياة. سوريا أمنا، الله يحميها، نتمنى ميلاد مجيد لجميع السوريين. سيدنا بالختام كلمة بتحب توجهها لجميع مشاهدينا، الرسالة الأساسية للميلاد إذا فينا نقول. بهالمناسبة، مناسبة عيد الميلاد، عيد ميلاد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، يلي هو ببيت لحم، يلي هي قريبة هون، وبعدين بعدين يعني هي قسم من سوريا. بيت لحم ليست بذلك نحن بنقول انه المسيح سوري. نعم المسيح سوري. لانه ولد وانتقى تلاميذه في شمال طبرية، شمال طبرية سورية، جنوب سوريا. فلذلك بهذه المناسبة، بهذه الولادة المتواضعة للرب يسوع، نقول أولا لقائدنا وحبيبنا وأبو الجميع وأبو الأطفال وأبو الأيتام، واللي عم يهتم سنة الماضية مثل الأيام أتى وعايد أيتام هذا الدير، يعني كانت لفتة جميلة، وهو دائما عنده هالحس المحبة وحس العطاء. ومن عايده من له إن شاء الله بقيادتك سوريا منتصرة دائما، ومن عايد جيشنا العربي السوري يلي هو دائما في الخطوط الأمامية من أجل تحقيق هذه الانتصارات. منقول لأهلنا الموجوعين بشهدائهم هنيئا لكم في شهدائكم، هنيئا لهم في لكم في شهد، لأن كل سوريا يجب أن تكون مشروع شهادة من أجل أن نحقق أن نبقي هذا السلام على أرضها والأمن والأمان على أرضها. بنترحم على شهدائنا الأبرار، ونتمنى لجرحانا الشفاء العاجل، وكل عيد وأنتم بخير. وإلى أعضاء أو أعضاء الأخبارية السورية الذين تعبوا، وانتم كمان يعني سيدنا والرهبات بدير، ما بدك تعايدهم الرهبات هلا، بعايدكم وبقول ان شاء الله تضلوا بالصحه والسلامه. طبعا ما بننسى رئيسة هذا الدير العامر وراهباته وبناته وايتامه، ما بننساهم ابدا، لانه كمان هدول دائما بيصلوا من اجل ان نحن نكون بامن وامان. من عايدهم من لهم ان شاء الله بيضلوا سالمين. آمين. وكل سنه وانتم بالف خير. وانت سالم سيدنا، وانبسطوا عم يحضرونا من بعيد. صباح الخير وميلاد مجيد، اكيد بدنا نعايد الكل. شكرا لحضورك، وشكرا لكلماتك اللي كلها بركه بهالعيد. ان شاء الله يا رب السنه الجايه بنحتفل بنصر سوريا الكامل. آمين. يا رب ان شاء الله. آمين. يا رب. آمين. الله يديمكم والله يخليكم. وشكرا كثير لصباحك وينعاد عليك. نتشكرك سيدنا لوقا على وجودك معنا، وميلاد مجيد لك، ونعايد جميع مشاهدينا، وميلاد مجيد لكل السوريين في جميع بقاع الأرض. الله يحمي سوريا. آمين. ويحمي رجال الجيش العربي السوري. آمين 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 آمين. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك سيدنا، شكرا كثير لك.